كان التعليم منذ بدايات القرن الماضي هو مشروع النهضة، عندما توالى إرسال البعثات إلى الخارج لإرساء حركة تعليمية نشطة في كل المجالات، من الصناعة والزراعة إلى الثقافة والترجمة والفنون. اليوم نفتح ملفا مهما من ملفات التعليم، هو تعليم الفنون. الفنانة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون. إيه وضع أكاديمية الفنون حاليا؟ ونتفرد في منطقة الشرق الأوسط إن مفيش مكان زي أكاديمية الفنون في كافة مجالات الفنون المختلفة في مكان واحد. كان في فترة بتفكروا في تنظيم مهرجان سينمائي باسم الأكاديمية، إلى أين وصل؟ دايما أحلام أصحابها لما كنش حد بيتبناها بتموت بعدها. إلى أي درجة بيؤثر عدم وجود أماكن للعرض السينمائي كافية وعدم وجود أماكن للعرض المسرحي كافية؟ لازم يبقى فيه جمهور عشان يشوف الحاجات دي، عشان الجمهور يبقى فيه لازم يكون فيه مكان مهيئ لاستقبال هذا الجمهور. كيف نستعيد هذا الزخم في العمل السينمائي وفي الإنتاج السينمائي والإنتاج المسرحي أيضا في مصر؟ لازم الدولة تشارك في الإنتاج. عن تعليم السينما والمسرح والموسيقى وفنون الرقص والنقد الفني، عن واقع ومستقبل أكبر صرح للفنون في المنطقة. حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.